يعني ما فيني اقول لكم غير يامي، روايح كثير طيبه وعن جد اشياء بتشهي عم بحضرها الشيف عبد الله. رح ننتقل لعنده لحتى نشوف وين صار، ورشه ملح. وصلنا لوقفتنا الثانية، اليوم ما معنا أربع دقايق، معنا تقريبا شي تسع دقايق. عندي هارجع أذكر لكم إنه شوكولا حاطط طنجرة مي، وحاطط الشوكولا الحبوب اللي جبته، أو فيكم تجيبوا الشوكولا القوالب تفرموه بالسكينة وتحطوه بالباماري ليدوب. الشوكولا حنرجع نستعمله. عندي الحلوم لشوينيون هقصهم بالنص. بهالطريقة. وعندي إذا شايفين كمان الجبنة أو إذا بدكم الباولي أو الكعك بحليب حمصته، شو هأعمل؟ هنبلش ندهن هيك، قصيناهم كلهم، هنطفي تحتها. هندهن قسمتهم اثنين بارت لأنه عندي مربى الفريز، وهون عندي من القشطة مع العسل، وعندي سلاد فروي. لانه اليوم نحن حلويات، ترويقاتنا حتكون حلوه. اللي حنعمل، حناخذ من هيدي القشطه ونمد على هيدول كلهم. طريقه كثير هينه، وما ضروري البان اولي هيدا او خبز الحليب او كعكه الحليب تكون طازه، نحن يمكن بس تصير بيتي بطل نحبها، ففينا نحمصها ونرجع نستعملها بهيدي الطريقه. ومش ضروري بس تكون ترويقه، فيها تكون لفترة بعد الظهر مع الشاي، أو فيها تكون عشاء خفيف أو سناك خفيف للولاد كمان. هيك وزعنا قشطة على الكل. تاني ميلة حنحط الفريزات أو مربى الفريز، فينا نحط عسل بس مع فواكه كمان. حوزع عندي من سلاد فروية بهالطريقة. فينا نحط على وجهه من المكسرات، واكيد فينا نحط من الشوكولا. نحن حنحط من اثنين اليوم، حنجرب الاثنين. هيدي القشطه اذا ما بدكم انتم تعملوا قشطه تكسروا مع عسل، في صار علب بالسوبر ماركت قشطه مع عسل، قشطه مع فريز، قشطه على موز، نكهات علب صغيره. علبه واحده بتعطي معنا هالكميه كلها وطيبه. وهيك هيدا طبق ما اخذ وقت كتير، يعني كله على بعضه بياخذ معنا خمس دقائق. شو حنجي نعمل؟ حنشيل هدول على جنب. عندي هون من الفستق، هرش وحده فستق، وحده لا، يلا امشوا معي، وحده لا، وحده ايه. وعندي هون من الشوكولا كمان بهالطريقه. أول بارت صار جاهز، نجي لتاني بارت اللي هو المربى. هناخد من المربى، مثل ما قلت لكم الحلوم قبل ما اقليها بشوية زبدة كنت ناقعها فترة شي ساعة، وغيرت لها المي تقريبا شي مرتين لتكب عندي الملوحة اللي بقلبها، لأنه أنا بدي استعملها مع المربى حتى ما يطلع معي سكري وسالي مالح وحلو. شوكولا شو صار جاهزه، الشوكولا دايبه، حطفي تحتها. بهالوقت بنكمل نحط المربى. وعندي من المكسرات او الفواكه او الزبيب اذا بدكم جاف، فينا كمان نستعملها محل الجبنه ندسمها اكثر لطبقنا. شو حنعمل هلا؟ حناخد الجبنه اللي عندنا المقليه، بلش نوزع بهالطريقه ولا اهين من هيك. مربى وجبنه بخبز حليب بيعطونا طاقة لنبلش نهارنا، وخصوصا انه اليوم الاحد بتبلشوا نهاركم مأخرين شوي كل الاسبوع بالشغل. حاخذ انا طبق
حوزع من هيدول ليضلوا عنا لاخر الحلقه لنرجع نذكر شو عملنا، والباقيين مثل العاده هيروحوا للشباب 100%. بس للشباب؟ للشباب وللصبايا، الشباب ايه. شباب العمر نحن قصدنا. ايه. عنا هون طبق للشباب حنقدمه بسرعه. هيك حتى ما حدا يزعل. وبس نرجع بختام عالمنا، حنعمل مهلبية الرز بالزعفران والقلوبات، حنعمل طايف الجوز بالتوست، واكيد ما ننسى حنعمل الشوكولا شو اللي هلا بلش بعد هالشتويت بلش وقته. هيك طبقنا صار جاهز، حيروح لعند الشباب. انا بشوفكم بعد شوي، بنروح كلنا هلا لعند غيدا. يعطيك العافيه، انا عم بتفرج هون على الكومنتس تبعول الفيسبوك، اخذ على خاطري انا هلا بتشوف بعدين، بدي اكل لك كل الحلوم اللي عندك، ما بدي اخليك تحط شيء عندك، خلص بدي اقضي عليهم هني والشوكولا اللي عم بتعمل لهم بامباري وعم بتحرقص فيه من الصبح. ماشي على كل الاحوال، هون في عندي صبيه مهضومه عم بتقول لي بس يصير عندي سياره بخبرك. مزبوط، ايه بتصير اذا بتستعمليها ولا لا، بتمنى تصيري تستعمليها. وكمان في عندي كثير هيك كومنتس، شيء بستعملها بنظام وشيء عم بيقول انه لا ما في اشارات سير. انا كان قصدي اشاره السياره مش اشارات السير الضوئيه، هذيك الاشاره الضوئيه هيدي اشاره السياره، يعني البلينكر، يعني اشاره اليمين واشاره الشمال. واكيد تعليقاتكم رح ارجع كفيها بعد لحظات، انما هلا خلينا نتوقف مع بريك وبنرجع، خليكم معنا.